الأيل المائي الصيني حيوان رقيق ويفضل العيش بين الأعشاب الطويلة ليتمكن من الاختباء سريعا عند شعوره بالخوف، ويعيش الأيل المائي في المستنقعات الصينية. لا توجد قرون للأيل المائي خلافا للأيال الأخرى، وقد عوضه الله عنها بأسنان طويلة تبدو كأسنان العاج، وهو من الحيوانات الكتومة ونادرا ما يشاهد في البرية. يعيش في قطعان وينفرد بين الأيائل بخاصية ولادة 7 صغار تقريبا، في حين تلد الأيائل الأخرى واحدا أو اثنين.